إذا كنت تعيساً فلا تذهب للعمل. ما رأيك بهذه الفكرة والمبادرة؟ وهذا ما حصل فعلاً في إحدى الشركات، إذ قرر رئيس شركة بانك دونغلاي الصينية منح موظفيه فرصة فريدة لدعم صحتهم النفسية والعقلية. فإذا كنت تشعر بالحزن أو التعاسة فلا داعي للذهاب إلى العمل. نعم، لا تذهب وابق في منزلك. الشركة الصينية هذه تقدم لموظفيها إجازة تعاسة تصل إلى 10 أيام سنوياً. فالإنسان يشعر بأنه ليس في مزاج جيد، وفي قرار يعتبر ثورة في ثقافة العمل التقليدية، فإن هذه الإجازة لا ترفضها الإدارة، فالرفض يعد انتهاكاً لسياسة الشركة. في ظل النهج الجديد يعمل الموظفون 7 ساعات فقط في اليوم، ويتمتعون بعطلات نهاية الأسبوع وإجازة سنوية تتراوح بين 30 و40 يوماً، إضافة إلى 5 أيام في السنة القمرية الجديدة. بينما في الشركات الأخرى يعمل الموظفون 9 ساعات و6 أيام في الأسبوع. فما رأيك في هذه المبادرة؟ هل يمكن أن تطالب بها في عملك؟